هل ينكر على رجل دخل المسجد ولم يؤدي تحية المسجد في وقت النهي؟ وما الأصل في ذلك؟ عليكم السلام. المسألة هذه فيها خلاف، فإذا دخل إنسان وجلس لا تنكر عليه، لأن غالب الناس في هذه البلاد لا يعرفون إلا أن وقت النهي ما في تحية المسجد فلا تنكر. لكن إن كنت ترى أن الرجل سيقبل منك فإذا انتهى من الصلاة قل له يا أخي مثلا أني سمعت أن تحية المسجد ما عندنا فقط، ولا تزل على هذا. نعم الصحيح ما عليه، الصحيح ما عليه أنها تصلى كل وقت تخرج المسجد، أي وقت تدخل المسجد صلي.